اهلا وسهلا، كيفكن يا جماعة؟ فأنا شو في ما في؟ ويلكم تو رياق. اوكي، نحن بلشنا ان جي او سميناها نيتف. نحن وجروب من الاشخاص والواينريز اللي بيهمهم يحافظوا على انواع العنب اللبناني. اوكي، هلا نحن بلشنا بالعنب بصنف اسمه مريم عنا بالبيت، وسائبت نحن وعم نشتغل فيه فجاه سقع الكرم. نقهرنا كثير عليه، صرنا ندور مين عنده، ما لقينا، ما كنا نلاقي، انه قلنا ولو معقوله صنف هالقد طيب وهالقد مهم، ما كان حدا نلاقي عنده. فبلشت نحن وعم نلاقي المريم نلاقي غير صنف، نرجع نلاقي غير صنف. طلع في اكثر من 120 اسم لاصناف عنب لبناني، صرنا قدرنا جمعنا منهم تقريبا بحدود 68 اسم، وفي 9 اسامي جديده ما قدرنا فوتناهم السنه هذه. انضغطنا شوي بالشغل الكروم لانه كان في عنا ضغط شوي، بس مبدئيا حاطين وعد بيننا وبين حالنا ولاولادنا انه نلاقي ال 120 صنف اللبناني اللي عم ينقرضوا من لبنان. هلا مثل ما شايفين هون بلشنا نجيب الاصناف ونطعمهم، واكيد بنشكر كثير اشخاص مثل دكتور يولا، مثل دكتور يولا غره، مثل شو اسمه مشيت السماحه اللي قدموا لنا الفاسيلتيز تبعوا لهم لنطعم، وقدموا لنا كمان روت ستوكس، يعني كل شتله عم نطعمها على 4-5 روت ستوكس لنشوف شو بده يطلع منها. ونحن عم نجرب نطعم على روت ستوكس كمان تبين عنا انه في نيتيف روت ستوكس لبنانيه كانت ناجحه كثير مع الاصناف اللبنانيه، وكمان لازم نشتغل عليها لنحافظ عليها. وهلا عم نجرب نشوف، لانه لما نكون طمعين كخماره صغيره، نحن اصغر خماره بلبنان، عم نجرب نفوت كل الخمارات بهذا البروجي ليكون مشروع لبناني بامتياز، وبلس ان الارات حنقدر نعمل شيء مثل بوتانيك جاردن قدام الخماره للعالم تيجي تتذوق وتشوف اصناف العنب وتاخذ شتل وتكتر هذا الشتل بلبنان. طيب لحدا مثلي ما بيعرف يمكن، وجينا فكرنا جينا اخذنا حيالله عنبه، حيالله عريش، صح. خلينا نرجع نبلش من الاول. ساعتها نحن بنجي بنقول عنا عنب لبناني، يعني اشياء بتطلع بلبنان، في يكون حدا جايبها معه من برازيل او لا لبناني اصلا من زمان. هلا نحن وين عم نشتغل؟ انه عم نجرب نفوت قد ما فينا بارتنرز لنعمل لهم دي ان اي تريسينج، وهذا الدي ان اي تريسينج مهم كثير. في قسم انعمل لهم اوريدي الدي ان اي تريسينج ومبين لهم انه اوريجينال للبنان، وما في شيء مستغرب انه يكون في عندنا هالقد اصناف، لانه نحن من اول بلدان العالم، حتى منحوطه بقلعه بعلبك ورقه العنب موجوده وين ما كان، فهمت كيف؟ وحتى كمان اذا بدك تيجي للدغري، معبد سليمان كانوا يشربوا خمر من لبنان، كانوا يعتزوا بخمر من لبنان، فتاريخيا الخمر اللبناني كان شيء مهم كثير، والعنب اللبناني كان شيء مهم كثير. تخيل لدرجه انه قد ما كان مشهور العنب اللبناني، كان ابو النواس حلمه انه يندفن بالفرزور، منطقه الخمر ومنطقه العنب ومنطقه اللي هي اساسها عنب المريمي اللي بلشنا المغامره تبعولنا فيها. طيب الشغل اللي انتم عم تعملوه، بعتبر نحن اخذنا هيدي العريشه مثل ما هي، عرفتوا بطريقتكم شو اسمها من وين جايه، شو بنعمل بعدين؟ كيف بنقصلها؟ كيف بنرجع على أوكي. الاساس؟ هلا هيدي المرحله كثير طويله، لا لانه بدك انت تقصلها بطريقه ما يكون فيها جرثومه، يعني بدك تعقم ارض لمده سنتين ثلاثه، بدك تعقم روت ستوكس لمده سنتين من ثلاثه، وتضلك تعمل سلسله تجارب. يعني هلا انت لقطت شتله، شتله ناجحه، بس مثلا نطلع هيدي ما نجحت، وهيدي لجبناها كمان انقهرنا كثير لقدرنا طلعنا وعربشنا وما جبناها، هلك ما نجحت المطعوم تبعوله ما نجح، يعني هيدي بدنا نرجع اعاده. بدك تمطر تطلع؟ لا نحن وقت جبناها بنعمل لها كودينج، اوكي، من اي كود عليها، وبالكودينج بننزله على الكمبيوتر عنا، بنعرف هي الشتله من وين اجت، ورح نعمل كمان خريطه لكل الشتلات من وين جبناها كل صنف كمان. يعني مش حاجة انا اليوم اذا انا اخذت هاي الشتله مثلا من رشايا ما اذكر ابن رشايا اللي محافظ عليها كمان، مش حلوه. رح نشتغل على طريقتين، إيه؟ يعني رح تشتغل على واحد انك تجمع ال 120 يلي سمعنا اللي انحكى انه هول موجودين بلبنان، صح. وشغله ثانيه، اذا بكره حدا مين ما كان اجى دق الباب وقال لك انا بدي هيدي، يكون فيه ان شاء الله. اذا قدرنا نحن امنا البادجت اللازم، ان شاء الله كل واحد اشترى انين تنبيذ رح ياخذ شتله.
طب دعوه لكل حدا اليوم عم بيسمعنا اول مره عم بيسمع البروجي، ان كان عنده خمار، ان كان بيحب العنب، ان كان بيزرع عنب، ان كان برات لبنان او بقلب لبنان، كيف في ساعدكم يوقف حدكم تهيدا المشروع يكفي؟ نمبر 1، شوف بيعرف اسامي اصناف عنب يبعث لنا اياه. يعني هلا بهالمرحله بدنا نلم اسامي اصناف، مثلا حدا من الكوره، حدا من الشوف، حدا في اسامي اصناف عنب مشهوره انشهرت. واكثر شيء بيبقوا ما بينسوا هني هول الغربيه اللي راحوا وبعده بيشتاق للاشلاميش او بعده بيشتاق لمخ البغل. في اسامي بتضحك كثير، يعني حتى في عندك بز العنزه اللي هو طلع على فكره كثير طيب للنبيذ وجربناه السنه الماضيه. يعني في اصناف رائعه جدا من العنب، وفي اصابع العروس شكلهم كثير مهضوم حلو. اليوم هلا عم نشوف انه في بكاليفورنيا عم يجربوا يعملوا اصناف تشبه اصابع العروس، بس هي بالاساس عنا منه هون بلبنان وكانت جدا طيبه سكر على الحل. اعطيكم اساميون؟ اه ناس عطيتكم اساميون؟ هذا واحد. اثنين، اذا حدا عنده شيء وحده انت ما عندك منها بعد ما تتصلوا مع بعض لازم يبعث لك منها. حتى لو عندنا منها نحن شو في فرق؟ مثلا اعتبر انا مثلا عنا بالمريمي اللي بمنطقه رياق زحله منسميها مريمي، يمكن بمنطقه الشوف يسموها اسود. نحن بنجي بنجمع اثنين، بنجمع الاسامي مع بعضهم وبنشوف بعدين بدي ان اي تريسينج لنشوف ايه شو هي شو. هلا انت بتعرف يعني لبنان صحيح انه بلد كتير صغير، بس الضياع كتير بعاد عن بعضها مجرد ما في عنا هالتضاريس الموجوده. فالعالم ما كنتش تعرف مثلا الواحد ياخذ شتله من هون يروح يسميها شيء ثاني يمكن تكون هي ذاتها الشتله. نحن لمينا 120 اسم، وحسب ما نحن عملنا تيستينج سنه الماضي بس شفنا انواع العنب. وكمان بنشكر لاري اللي اعطتنا كمان الاصناف، هي مجمع كمان بحدود ال 40 اسم مجمعتها عندها، جمعت الاصناف الموجوده بالبقاع. وفي كتير اشخاص يعني ما بقدر اخلص من الشكر لانه هذا البروجي لحالنا ما فينا نعمله. بس الحلم الكبير هو انه نرجع نجيب الاجر على ضيعتنا ريه مثل ما هلا بهالخماره صغيره كتر خير الله العالم عم تجي وتجيب اجر وعم تعطي هالمعنويات لاهل الضيعه. بوتانيك جاردن مع كل اصناف العنب تجي العالم تتزوق وتشوف، كمان هيدا شيء كمان معنويات عاليه للكل. حلم كلنا فينا نساعد كمان اكيد حسب أكيد. الامكانيات حسب الدعم انه يصير في جنينه لكل العنب اللبناني، يصير في منها مش بس وحده بس 10 يمكن كل وحده أكيد. كل حدا يتناول وياخذ ويزرع. طن الله راد ما هذا كم سنه يصير كل لبنان يرجع ما عندنا بس نوعين ثلاثه، ان كان مرواح ان كان هو ثلاثه اربعه بنعرفهم، بس يكون في 120 نوع وين ما كان. صح. لانه كل واحد بيعطي طعمه، كل واحد له نكهه، كل واحد بيعطي انين شيء. صح. يعني تخيل انت اليوم بتروح اسواق الخضره بلبنان، المسؤولين الاشخاص اللي بيشتغلوا باسواق الخضره اللي صار لها 20 و30 و40 سنه بتقدر تعدل لك صنف او صنفين او ثلاثه. ما هو هو ما هذا الغلط للاسف فيه. لا انه عنب هذا اللي لازم ينبيع، عنب للطاوله او عنب للعصير. ايه بس انه حتى ما بيعرفوا الاسامي. هاي الكالتشر بدنا نقويها. طيب قلنا اتصلوا فينا بس ما اعطينا رقم تليفون ايميل عملته ويب سايت انستغرام اكاونت. هلا نحن عم الان جي او رح ننزل ويب سايت قريبا، بس هلا في عنا info@chateaurayak.com او 03212885 واتساب تليفون عادي. فينا شو فينا ناخد اسامي اصناف بنكون ممنونينكم. سمعتوا كتير عن شاتوري، سمعتوا كتير عن رياق، هيدا نبلش اول شيء نخبركم شو هو شاتوري بعدين بنحكي بالباقي. نحن اليوم بأصغر خمارة بلبنان بكل فخر شاتو رياق. هالخمارة لمشروع عائلة مثل ما بيقولوا، هو شيء أسسته أنا ومرتي وقتها قررنا نترك كل شيء ونجي على البقاع ونزرع ونعيش حياتنا مثل ما لازم. هون لنبيت كله ناتشورال، ما بيدخلوا شيء لا سلفر ولا شيء، حتى طريقة زرع العنب ناتشورال. ومشروع رياق هو مشروع زرع ومزروع مشروع صناعي كمان ومشروع سياحة. فهلأ اليوم نحن بكل فخر صار عنا بحدود السبع أصناف نبيذ نقدر ندوقهم هون بالواينري، وبهالأصناف كمان عم ندخل الأصناف اللبناني الهجينة العنب الهجينة وعم نشوف شو بيطلع معنا. وعنا العرق اللي الحمد لله العالم كتير عم تحبه وعم عم تحب تشربه. هلأ إذا بتشوفوا جدي موجود بكل لوجو منحط على الكاركة، موجود بكل شيء عملته. والصراحة هو جدي كان بيج انفلونس لإلي،
للأسف نحن هجرنا حرب بالحرب الأهلية على الإكوادور، وبس رجعنا على لبنان على أساس خلصت الحرب ب92 عدنا مع جدي لأنه بي كمل شغله بالإكوادور هونيك. فجدي كان يضل يترحم على أيام اللي كانوا يعملوا مبيد ويشربوا مبيد وينبسطوا فيها، وأنا كنت ولد بدي حج لسوق سيارة بي. قلت له لجدي ونهار رح أولى بالزحلاوي، معلش ما حدا شي يزعل مني، قلت له يا جدي حاجتنا قوم نقرض سيارة بي ونروح نجيب شوية عنب نعمل مبيد. وهيك صار، رحنا جبنا عنب عملنا مبيد، والصراحة بس كلهم عرفوا انه عملنا مبيد، اجوا من قريبيننا من كندا من امريكا من ميامي من الاكوادور، شربنا هالمبيدات نحن وجدي سنة 96-97. وللأسف توفى جدي من بعدها. قررت بيني وبين حالي اني ما وقف صناعة المبيد، يعني كمل هالتراث از هوبي. يعني 97 عملنا المبيد انا وجدي، 98 عملت المبيد طلع شيء بيقرف، يعني ما بكل تواضع ماني واين ميكر، وصارت سيريز اوف ترايلز اند ايرورز. فصرنا نتعلم، ساعة تزبط معنا ساعة ما تزبط معنا، ساعة تفعل قنينة بوجنا ساعة تكون كتير طيبة، ساعة يهنونا العالم ساعة ما يقولونش عين يطلعوا فينا العالم. لو وصلنا لمرحلة انه العالم صارت كتير حب المبيت تبعونا لفترة طويلة من الزمن، وصاروا يشجعونا انه نفتح هذا الشيء. فبال 2015 قررنا نفتح هذا المشروع هون ببيريه بقلب زاروبة بقلب الضيعة بعيد عن الطريق العام، لنفرجي انه هذا منه شيء كوميرشل. انا ومرتي وقتها تعرفنا على بعضنا وحطينا الثيم هو رياق كله بقلب الواينري، فكل قنينة بتحكي شيء عن ضيعتنا رياق اللي منحبها كتير. هالقنينة اسمها لابيل ايبوك، الايام الحلوة تبع رياق، السينمات، النايت لايف، السوق القديم، المطاعم الصغيرة اللي كانت موجودة، البوزة اللي كانت تنعمل على الايد، كل شيء حلو كان يصير على برياق بتحكي هيدي القنينة هيدي القصة. رياق 43 اللي هي القنينة الابيض بتحكي عن الطيارات اللي انصنعت برياق سنة 43. للأسف ثلاث ارباع العالم اذا مش كل العالم نسيت انه انصنع طيارات برياق سنة 43، وانصنع بحدود ال 14 طيارة، واول طيارة طارت بالجو سموها رياق 43 تريبيوت لسنة 1943 وقتها انصنعت هذه الطيارة. وحبينا نكرمها بقلب هذه القنينة ونفرجيها بهذه القنينة. كل العالم بعدها بتتذكر انه كان في ترين برياق، وهذه تريبيوت لمحطة الترين تبع رياق اللي كانت تجمع ثلاث قارات ببعضها، آسيا أوروبا وأفريقيا. وهي القنينة اسمها ستاسيون، وهي القنينة إلى معنى كتير بقلبنا وبقلب أهل الضيعة عنا هون. والشاتو هي القصة اللي خبرتكم إياها أنا وجدي وتاريخ عائلتنا بيلمبيد، وكيف رجعنا من بعد قطعة جيل نرجع نعمل مبيد بالضيعة وبالعائلة. أما بالنسبة للبورتو بعد ما عملنا الديزاين، بس هو اسمه بورتو دي جوليانا اللي هو قصة حب بيني وبين مرتي، حب من أول نظرة. والأنينة الميسكا هي كمان تريبيوت لخيو لجدي اللي اسمه بشارة، اسمها ميسكاتا دي بشارة، كمان الليبل بعده ما خلص بس صار فيكم تدوقوها. ميسكاتا دي بشارة هي تريبيوت لهالزلمة اللي بالحرب ال 14 ترك لبنان وعائلته كانت ميتة من الجوع، حارب بالحرب العالمية الأولى مع الأمريكان، ووقتها توفى compensation of war، انبعت مصاري لأهلهم. وهالواينري والأرض اللي نحن عنا إياها هلأ هي من فضله هو هالزلمة، فكرمل هيك عملنا له هالتريبيوت. فإن شاء الله كل سنة نخلق قصة بقنينة ونقدر نخبر قصصنا للعالم. انا كنت قاعد ببيروت وبتعرف الواحد عم يشرب فنجان قهوه، وقاطعه بنت حلوه قدامي بتطلع هيك عجبتني، وقفت خلص ما عرفت شوين رايحه، بس لحقتها طلعت جاي لعند بنت رفيقتنا حدنا. وهل قاعد قعدت بينه وبين شخص كنا بيعرفوا بعضهم، انا قلت له قوم صيح انا بدي اقعد حدا، شو بدي خلص عجبتني البنت شو بدي اعمل يعني. من كلمة لكلمة بعد 10 دقايق سميتها ام بطرس على اسم بي بطرس، صارت تضحك. واليوم صار عنا بطرس بالبيت وصارت عن حقه حقيقة ام بطرس. رياق، سامعين برياق؟ يمكن لأنه فيها مطار. سامعين برياق؟ يمكن لأنه كان فيها أكبر محطة ترين بكل المنطقة، كانوا يصنعوا ترينات كمان. سامعين برياق؟
يمكن لانه في تيارة اسمها رياق، تيارة صنع في لبنان وانعملت هون. سامعين برياق كمان يمكن لانه في مركز دجاج كتير كبيرة. سامعين برياق لانه في رياق واينري او شاتو رياك يلي هي هون اليوم هون. رياق بعتقد لو ما بيروت كانت العاصمة كانت رياق العاصمة. منطقة عظيمة عظيمة عظيمة، جمعت كل البلاد، كان فيها ترين يجي من سوريا، يجي من تركيا، يجي من فلسطين، جمع كل المنطقة وحتى يكفي لأبعد وأبعد وأبعد. المنطقة اللي كان فيها مطار وبعده، المنطقة اللي كان فيها حياة، كانت الناس تجتمع هون، كان فيها محطة ترين مثل كأنكم بمحطة جاردو ليون أو هول المناطق الكتير كبار، المحطات كتير كبار. رياق يلي اليوم متروكة مهمولة، محلاتها تسكرت، شوارعها شوي فضيت، محطة الترين تسكرت وحتى ممنوع واحد يزورها وحتى ما عملوها متحف. المطار يلي هو فيه متحف للطيارات بس ممنوع حدا يفوت عليه. رياق نتعلم من بقية الضيعة، نتعلم من بعلبك، نتعلم من البترون، نتعلم من جبال، نتعلم من كتير مدن سياحية بلبنان. وممنوع على الموضوع انه رياق فيها تكون مركز سياحي محط بامتياز. بس حبيت شارككم هذا الرأي. نحن وين؟ شاتو رياك. هيتا نفوت ونكفي نتعرف على الانجازات المعمولة جوا. هلا اذا عندكم القوة، قوة القلب وابضيات، فينا ندوق سبع اصناف هلا نبيذ وبنرجع ندوق العرق. كيف اثنين بيقولوا لبعضكم كيسكم؟ بالكيسكم لازم اهم شيء نطلع بعيون بعضنا. نحن بلبنان ما عندنا هذه العادة، نطلع بالارض نقول له كيسك من بعيد، لازم نطلع بعيون الثاني اللي قدامنا. واحد اثنين بنبيد دايما بايد اليمين، كباية على الشمال، اللي قدامك ايد اليمين كباية على الشمال، ولازم يضربوا بعضهم هون بالنص، مش على الراس لانه تكسرون، بالنص تحت تيعملوا هيدا الصوت يلي هو شوي مثل طنة جرس الكنيسة. فن بس ما بده شيء. اعطوها قيمتها صار تقولها كيسك من القلب، كيسك صحتك. مش اوكي الاكسبيرينس الحلوه اللي عنا اياها هي انه العالم اللي بتجي لهون بتشرب من البرميل. هلا برميل الخشب للاسف فضيناه هون، بس بتشرب من برميل الخشب ومن برميل الستاندرز، والابيض والروزي هن بيعبوهم بايدهم. اليوم عم ندعي الناس عم نقول طعوا لعنا على الخماره الزغطوره المهضومه، بتدوقهم بيد، بس في كمان تعمل لهم اكل، تعمل طريقه، تعمل غدا. لا نحن كنا عم نحضر لنعمل مطعم، بس كل ما نوصل لهالمرحله عم نصرف مصريتهم لقصص عم تصير معنا. فتعوا دوقهم بيد؟ فقريبا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس هلا في عنا بيد كثير طيب تدوقوه، وفي قصص حلوه تسمعوها وان شاء الله تحبوها. من بلش؟ بلش بالرزي. لون حلو معوكر. unfiltered wine بعده. unfiltered بعده. لا لا نحن ما حنفلتر. رح يضل مفلتر. ايه رح يضل منه مفلتر. رح اشرح لكم شوي عن البيت اللي بنعمله. خفيف. بدنا نهوي شوي لنقدر ناخذ الاروماز. فري ريفريشنج مثل فروت جوس. ابدا لانه النبيذ هو فروت جوس، بس انه فيرمنتد فروت جوس. فري ريفريشنج. حتى يعني اذا شميت هيك ما بيطلع الالكول على الراس، ما بيفوت بقلب الزلعيم، كثير خفيف. واو قصه ما عرفت اذا نحن بشيء انتنس نبيذ احمر خرج شقفة لحمة، او رحنا على شيء ابيض خفيف لذيذ كان عم بتمشى بالحرش، شيء مجموع من اثنين بقصة كبيرة. والقصة الأكبر إنه فيه مريمة. واو. أنا باللبناني مش كله مريمة، بس فيه مريمة، لأنه نحن كمان الفيرمنتيشن تبع النيتيف جريبس كل وحدة إلها طريقتها، وعم نجرب نستعمل اليست الأصلية الموجودة فيها للشتلة، فبتبقى كتير سوفاج، فكتير بتعذبنا لنقدر تتيمت لتقدر تعمل أنينة طيبة. احساس نبيذ احمر وابيض، مش يعني بيخلطوا احمر وابيض تطلع لكم روزي. طب ما تحاوروا كلماتي بس. very refreshing. بوكي زهور عملته الماما على عيد الام. تفاح، فواكه، بيتش،
بوزة ريفرشنج اند ذن انتنس بالاخر سترونج بس ما بيحرق. صار وقت رعاني. نحن هلا عم نعبي الابيض والروزي عم نخلي الزبون هو يعبي. هلا ليبلز قريبا حنطبعها ونحطها على القنينه ونحط كل شيء بالقنينه، بس بنحب هالمرحله يضل لو فتره بالسنه يكون العالم عم تقدر تعبي بالقنينه مثل ما كانوا جدودنا يعملوا. هيدا اي سنه؟ هيدا 2020. للاسف سنه وحده بحياتي من 97 لليوم بقفل صناعه النبيذ فيها اللي هي سنه الماضي، لانه انقطعنا من الكهرباء ومن المازوت. بس طلعنا عنا هالبوزيتيف انرجي والسنه محضرين حالنا لموسم حلو ان شاء الله. ان شاء الله. هذا اي واحد؟ هذه ستاسيون 8 انواع عنب، 12 شهر خشب، 3 انواع خشب. يعني هيدي قنينة كتير اخذت وقت معنا لقدرنا عملناها، والحمد لله العالم عم تحبها. بلشنا ناخذ اوردز عليها. فيري ريفرشينج، فريش سويت نوت، يعني في سويتنس بالمنخار. بحب نديتك. هاي سنة؟ هاي 2017. 2017 واضحة انه بدها تريح بعد شي نص ساعة ما تنشرب. بتفوت بتنشف شوي سقف الحلق بالبلعة، بلعة اتس نوت سويت واين، منه نبيد مز، بس سويت. واهم شيء مثل ما شايفين ولا صعلي ولا شيء، روعة عظيمة، لونه حلو، بيوتيفل. شو يعني سلفير؟ بنسمع نحن سلفايت سلفير، شو يعني؟ طيب هو انت اليوم وقتها بدك تعمل كوميرشال واين لتقدر تضاين عرق برف السوبر ماركت وكذا، ما فيك ما تستعمل سلفر. بس وقتها بدك تحطه بناتشورال امبيونس مثل ما نحن عنا اياه هون وكذا، فيك انت تستغني عن السلفر. السلفر هو شيء كتير خطير. يعني تخيل انه كان يستعمل بمرحله معينه ليحنطوا الفراعنه، نجي نحن بنحطه بالنبيذ لنحني تراسنا، مش مزبوطة. بس بذات الوقت يعني في نبيذ كتير طيب فيه سلفر، لما اكون عم حرطي على نبيذات غيرنا. النبيذ اللبناني كتير طيب يا جماعة، اشربوا كل النبيذ اللبناني. انت استعماله وين؟ عم نحكي بس بالكرم مش بالقنينة. اليوم بالكروم نحن قبل ما يزهق، يعني اول بداية الزهر تبع العنب، منرش على الورق كبريت بس لنمنع كل الحشرات وكل المشاكل المعقولة تجي على هيدا. ويعتبر اليوم اللي بينرش الطريقة اللي نحن منرش فيها بكرومنا very purely organic. حتى اليوم إذا عنا وقت نروح نشوف كيف العشب اليوم عم نستعمله بكرمنا. يعني اليوم بكل الكروم العنب لنبيذ اليوم بيرشوا أدوية ليشيلوا العشب، وهذا الشيء بيضر العصافير، بيضر الشتلة، بيضرك أنت بس تيجي لتشرب القنينة. اليوم العشب كله عم ينشيل على الإيد. نحن عنا أول شيء عم نخلق يد عاملة عالية، وتاني شيء هيدا العشب عم يترجم بالقنينة. هلأ رح تدوق هيدي بقنينة الشاتو ودقناها بقنينة ستاسيون، في كتير جراس بقلبها وهذا الشيء كتير مهم. في ناس بيضحكوا بيقولوا ليش مسمي حالك شاتو انت هالقد صغير، بس اذا انت شفت جوزه صغيره مش معناتها هذه مش جوزه. فهمت كيف؟ اذا شفت يعني حيلا ارزه صغيره، هذه مش معناتها مش ارزه. هيدي اعلى قنينه عندك؟ ايه هيدي بالاحمر. ايه هيدي اعلى قنينه، هاي بتفوت 3 سنين خشب، هاي فيها 9 انواع. اكيد المريمه فيها خشب واضح، ريحة نبيذات كلهم عظيمين. هون صرنا بشيء فيري انتنس، صرنا بشقفة لحمة حمراء صح جنون. يعني تريح ديكونتور مينيموم ساعة بس، فول بادجت كريسماس نيو ييرز كوبر مظبوط. واو بلوس جود جوب. وين واحد بيلاقي نبيذاتك غير هون؟ بس هون. طب اذا حدا ما في يطلع لهون ووصيك بعت لي كم صندوق وديه؟ ايه عم نبعت بس لانه عندنا مشكله انه
how they are preserved بغير مطارح ونحن natural wine. هذه أول وحدة. والحلو كمان إنه عم نجيب عالم على الضيعة. يعني عم نشغل من وراء شاتوري عم تشتغل شوية مطاعم عنا هون. يعني عم نخلق هالجو. عم يجي ناس. يعني أنا اليوم وقت بنقطع من قنينة حلوة لإلي بس كمان إنه بفضل إنه عم بخلق أصحاب. تفكير سليم. كثير سليم. أنا على آخر قنينة اللي هي البورتو. قبل ما نبلش لأنه هيدا نبيذ مزبوط بس سويت واين بورتو من إيه؟ مدينة اسمها بورتو. خبرنا شو عنا. القصة هي أنه نحن بنعمل مثل الكونياك لأنه ممنوع نسميه كونياك. نعمل ديستيليشن بكركة العرق. تو ديستيليشنز بنحطهم بالخشب 13 سنة وبعدين بنجيب نوع عنب بيستعملوه ببورتو وكتير طيب اسمه الطريقة ناسيونال. نعمل يانج فرمنتيشن ومنقتل الفرمنتيشن بالكونياك ونرجع بنحطهم سنة خشب أمريكاني اللي بيستعمل للبيرمن كرمال هيك بتشوف هذه الريحة القوية فيه ونرجع بنحطه تو سيديمنت لمدة سنة بستانلس. أنا اللي حطيته هون كم سنة شغل أخده؟ يعني تقريبا شي 15 سنة. 15 سنة شغل؟ يعني نحن الشغل تبع الإيثانول لصار الكونياك هذا كان على جنب كان الهوبي. وهي القنينة تنوضح القنينة من القنينة اللي بينفتحوا تشرب شوي ترجع تسكرها ترجع تشرب شوي ما نعم تعيد بيت بخلصها زيت الليل. هلأ هي نحنا لأنه كمان هلأ في كتير ناس بيحطوا سلفر ببورتو بس هيدا بورتو بس إيثانول وبيورو وبتقدر تعيش أكتر من غير قنينة بس نحنا كل البيت تبعنا منحبس إنه بس تفتحها تشربها. قديش هامي دقريز كان تقريبا شي 18%. واو بيوتيفل شوكليت سويت بيوتيفل بيوتيفل مع فواجرا هاي تربح مع كتير كل احترام للشاتو اللي حبيته هاي تربح. 15 سنة شغل واضحين بكل بلعة. اوكي هلا نحن بدنا نعرف الفرق بين العرق المنيح ومش منيح. هلا بلشنا نحط عرق هون. اوكي حطينا بحدود 80 مللتر عرق. اوكي كيف نعرف الفرق بين العرق المنيح ومش منيح؟ بالبدايه اول ما نبلش نحط مي بده يزيت بده يزرق قبل ما يبيض وكل ما طول ليبيض كل ما كان احلى. اوكي هلا نحن حاطين 80 ملي اذا وصلنا لل 160 يعني first half of the quantity نحن بنحط ثلث بثلثين ومنه fully white معناتها هذا العرق كتير كتير منيح. اوكي رح نبلش نحط مي بدنا نطلع من تحت. اوكي عم نحط مي زيت زرق كل ما طول ليبيض كل ما كان احلى. عم نحط مي وبعد ما بيض بس رح يبيض رح يصير ابيض كتير غامق gray white. بعدنا عم نحط مي تقريبا رح نوصل لاول half of the quantity نطلع لفوق صلنا لل 160 ومنه fully white بنشوف انه بعده فاصل وهذا كمان بيدل على جودة العرق. بدنا نحط تلت بتلتين. اوكي هذه تقريبا تلت بتلتين وشوي زيادة لانه بيحمل ونشوف شيء اسمه حلب وشلش اللي هو شيء كتير مهم بالعرق نقدر نشوفه. نطلع هون بدنا نشوف شلوش الشتلة تبع العنب على اطراف الكاسة وكيف بيعمل مثل الحليب على اطراف الكاسة وهيك بنعرف اذا حلب وشلش. تالت مرحلة هي حسة الشم منشم الريحة واذا شمينا اكتر من ينسون واكتر من ايثانول وحبينا الريحة مش عقصتنا كمان هذا عرق كتير منيح. ورابع مرحلة مع كل هالبرين واش اللي عملناه اذا دقتوه ما حبيتوه بيكون مش طيب واذا دقتوه حبيتوه بيكون كتير طيب.